السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو الماضي تكلمنا عن موضوع ديتيرمنت وعن كيف نطلع الكوفاكتور والماينر. هسه كيف نطلع الادجوينت او الادجوجيت ماتريكس. اذا طلبني الادجوجيت او الادجوينت للاي، بطلع الكوفاكتور للاي وبسوي لها ايش؟ ترانسبوز. طيب هسه هنا في عندي بيقول لي اذا ضربت اي في الادجوينت للاي كأني ضربت عادي الادجوينت A في A، يعني العملية زي ما بنحكي تبديلية، بس احنا بنعرف انه اذا A ضرب B لا تساوي B في A، بس لا هاي عادي بتزبط. تمام. فتساوي الدت لل A في I. الدت لل A شو بطلع لي؟ بطلع لي سكيلر. دائما الديتيرمنت لل A بطلع لي سكيلر، والاي اللي هي الايدنتيتي ماتريكس اللي هي اللي كلها اصفار الا الدياجونال فيها وحدات. تمام. طيب هسه في عندي انا هان ملاحظات، بقول لي الديتيرمنت للتراينجولار ماتريكس وللدياجونال ماتريكس وللسكيلر ماتريكس وللايدنتيتي ماتريكس هي نضرب قطر المصفوفة بس. كيف يعني؟ خلينا نشوف المثال هذا. المثال هذا اللي هو عبارة عن ايش؟ لور تراينجولر، هاي اللور تراينجولر. تمام. طيب اللور تراينجولر هنا شو بنسوي فيه؟ هاي اللور تراينجولر نضرب، قلنا ايش؟ نضرب بس القطر، نضرب بس القطر. يعني هي اللور تراينجولر ها، نضرب بس القطر. سالب ثلاثة في أربعة في خمسة، سالب ثلاثة في أربعة في خمسة تساوي قديش؟ سالب 60. تمام. طيب هنا هسه في عندي بعض الملاحظات، بيقول لي إذا تم تبديل صف بدل صف نضرب قيمة الدت بس بسالب واحد. كيف بدلنا صف بصف؟ يعني سالب 3 0 0 حطيته محل 6 4 0، يعني الصف هذا حطيته فوق وهذا حطيته تحت. بدل ما هي 60 بتصير قديش؟ يعني بدل ما هي سالب 60 بتصير 60. بيقول لي قيمة الدت لا تتغير بعد عملية جاوس. يعني كان عندي مثلا انا ماتريكس طلبني الها طلبني الديتيرمنت، اذا سويت لها جاوس ولا ما سويت لها جاوس، يعني القيمة واحدة اذا سويت لها جاوس ولا لا. تمام. طيب بيقول لي هنا الملاحظة الثالثة، اذا تم ضرب صف بثابت فان قيمة الدت تساوي ها فان قيمة الدت تساوي قيمتها قبل ضرب الثابت مضروبة بالثابت. كيف يعني؟ مثلا عندي الصف هذا سالب 3 0 0، انا بدي اضربها باثنين، الصف هذا بس صار سالب 6 0 0. تمام. سالب 6 0 0، قال لي انه اذا تم ضرب الصف بثابت ضربته سالب 6 0 0. تمام. فان قيمة الدت للجديدة اللي هي سالب 6 0 0 6 4 0 سالب 1 2 4. تمام. فان قيمة الدت تساوي قيمتها قبل ضرب الثابت، هاي اللي هي سالب 60 مضروبة بالثابت اللي هي قديش؟ 2. فبدها تصير قديش؟ سالب 120. كيف يعني؟ خلينا نجرب. سالب 6 في 4 سالب 24، سالب 24 في 5، هاي سالب 24 في 5 سالب 120، بتطلع سالب 24 في 5 سالب 120. بيجي هسه نشوف الملاحظة هاي، بيقول لي إذا الدت للسي اللي هي ثابت في A بنقدر نطلع السي قوة N مضروبة في دت A، ال N اللي هي عدد الصفوف. خلينا نجرب كيف شو مقصود في هاي. تمام. عندي مثلا نفس المصفوفة، نفس المصفوفة هاي اللي هي 3 0 0 6 4 0 6 4 0 سالب 1 2 5 سالب 1 2 5، هذه ماتريكس. تمام. انا بدي اضربها في مثلا 2، لما اجي اضربها في 2 بضرب جميع الصفوف ب2، يعني بدها تصير 6 0 0 12 8 0 سالب 2 4 5. تمام. بطلع الديتيرمنت لها، هاي الديتيرمنت لها اللي هي 6 في 8 في 5، 6 ضرب 8 ضرب 5 تطلع 6 ضرب 8 ضرب 5 240.
هاي كانت سالب 3 صح؟ اه كانت سالب 3، سالب 6، تطلع قديش؟ سالب 240. شو اللي سويناها؟ احنا خلينا نشوف الديتيرمنت لها، هاي سالب 60 احنا بنعرفها، الديتيرمنت لها هاي الدت لا ايه اللي هي هاي قديش هي؟ سالب 60. طب انا ضربتها في 2، بقول 2 قوة عدد الصفوف، 1 2 3 صفوف، يعني قوة 3 ضرب سالب 60 بدون ما اسوي الحركة. خلينا نتأكد هل الكلام هذا صحيح. 2 قوة 3 8، 8 في سالب 60 2 قوة 3 8 في سالب 60 سالب 480 سالب 6، خلينا نتأكد والله، سالب 6 8 لا هاي 10، هاي 10، فهي بتطلع سالب 6 في 8 في 10 سالب 480، وهان سالب 480. يعني بدل ما أساوي هاي الحركة أروح أطلع المصفوفة الجديدة وأضربها بسالب 2، أضربها باثنين قصدي، بروح أقول 2 قوة عدد الصفوف، 1 2 3، 3 صفوف ضرب إيش الديتيرمنت لهاي، لهاي قبل لا أضربها في 2 اللي هي سالب 60، فبتطلع معي سالب 480. تمام. بيقول لي هنا الملاحظة هاي، بيقول لي إنه عملية الترانسبوزيشن لا تؤثر على قيمة الدت. كيف لا تؤثر على قيمة الدت؟ خلينا نسوي لهاي الترانسبوزيشن اللي هي سالب 3 تصير صفر صفر 6 4. عملية الترانسبوزيشن الصف نخليه عمود، تمام، سالب 1 2 5. خلينا نطلع الديتيرمنت لهاي، هاي عبارة عن ايش؟ ابر ترينجولر وهاي لور ترينجولر، تمام. طيب هاي كيف نطلع الديتيرمنت لها؟ قلنا نضرب القطر سالب 3 في 4 في 5 قديش؟ سالب 60. فما أثرت أبدا على قيمة الترانس، الترانسبوزيشن ما أثرت على قيمة الديتيرمنت. نشوف الملاحظة هاي، بيقول لي إذا كان صف كامل أو عمود يساوي صفر فإن الدت تساوي صفر. يعني كان أنا عندي مثلا صفر صفر صفر، وخلينا نقول مثلا 12 8 0 سالب 2 4 10 مثلا، هاي بدون ما اطلع لها ديتيرمنت بتطلع طوالي صفر. هسه بنشوف مثال كيف عليها. اذا كان صف من الصفوف يساوي صف، يعني كان عندي صف من الصفوف يساوي صف وضربنا هذا الصف بثابت فان قيمة الدت تساوي صفر. كيف يعني؟ كان عندي مثلا خلينا نشوف المثال هام. المثال ها قلنا هاي وين المثال هذا؟ المثال مثلا هاي 3 4 5، ضربنا يعني هذه ايش؟ هاي عبارة عن 3 في 2، 4 في 2، 10 في 2، يعني كأنها الصف هذا مضروب في 2 بس انه مساوي للي فوق بالضبط. فهاي الدت طوالي لها قديش؟ تساوي صفر بدون ما افكر، يعني بدون ما اقعد احلها، لا خلاص طوالي بكون عارف انها تساوي صفر. خلينا نكمل الملاحظات. هيك خلصنا الملاحظات. خلينا هسه نشوف الامثله اللي هان. بحكي لي انه عندي ماتريكس هنا الديتيرمنت لها سالب 60 سالب 3 0 0 6 4 0 سالب 1 2 5. صارت سالب 1 2 5 4 6 6 4 0 3 0 0. شو اللي سويناها؟ اللي سويناه بدلنا الصف الاول في الاول بالثالث. هان احنا حكينا بالملاحظه اللي قبل شوي انه الدت هانا هي نفس الدت اللي قبل بس مضروبه في سالب 1، يعني الدت هاي قد ايش لها؟ 60. نشوف المثال هذا، بيقول لي 3 2 1 0 سالب ثلث سالب ثلث 0 0 0. احنا قلنا قبل شوي اذا كان عندي صف كامل صفر 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 فان الدت لها قديش؟ صفر. وهذه هسه حكينا عنها. طبعا الملاحظات اللي قبل شوي، الملاحظات اللي قبل شوي بتنطبق على الصف وعلى العمود. يعني اذا كان عندي، اذا بدلنا عمود في عمود كمان تساوي صفر،
إذا ضربنا عمود بثابت فإن قيمة بالضبط بالضبط كل كلمة صف نقدر نخليها عمود، يعني كيف جميع الملاحظات التي تنطبق على الصف تنطبق على العمود. تمام، خلينا هسه ناخذ المثال هذا. طالبني الديتيرمنت لهاي، هسه الديتيرمنت لهاي 4 في 4 هاي. تمام، طيب 4 في 4 كيف بدنا نحلها هاي؟ ما مش راح نقدر نساوي مثلا نختار هاي ونحلها هيك ونختار هاي ونرد نحل هيك، ما بتنفعش. فحلها هاي شو حلها؟ انه نسوي لها قاوس، حلها انه نسوي لها قاوس، وبعد ما نسوي لها قاوس نساوي، هسه لما نسوي قاوس شو بصير في عندي انا؟ هان يصير في عندي هان ابر تراينجلر، يعني هاي وهاي 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 صفر. تمام، فبنضرب القطر. تمام، هسه اول اشي قلنا نسوي له قاوس. تمام، بنحدد البيفوت وبنصفر اللي تحتيه. طيب بننقل اللي فوق زي ما هو، هذا سالب 4 6. طيب نضرب، قلنا الصف الثاني نضربه في عدد، او الصف الاول بغض النظر، ونجمعه للثاني عشان ايش؟ عشان يصفر لي الاربعة. فشو العدد هذا؟ اللي هو سالب 2. سالب 2 لو ضربته في الصف الاول وجمعته للثاني قديش بيعطيني؟ صفر، بيعطيني صفر للاربعة، انا ما بيهمني الباقيات. طيب هي عبارة عن رو 2 ناقص 2 رو 1، يعني ضربت الرو 1 بسالب 2 وجمعت له رو 2. طيب خلينا نطبق هاي رو 2، هذه سالب 2 في 2 قديش؟ سالب 4 زائد صفر زائد 4 صفر. طيب سالب 2 في صفر زائد 5، 5 بالضرب زي ما هي. سالب 2 في سالب 4، سالب 2 في سالب 4 8، زائد 1 8، زائد 1 9، سالب 2 في 6، سالب 2 في 6 سالب 12، زائد 0 سالب 12. تمام، هاي 0 جاهزة بدون ما أسأل أي شيء، فبنقول زي ما هو. طيب هذه لو ضربنا رو 1، لو ضربنا رو 1 بنص وجمعنا له رو 3، يعني رو 3 زائد 1.5 رو 1. تمام، فنضرب رو 4. تمام، فنضرب الرو 1 يعني 2 ضرب 1.5 فبعطيني 3، مع السالب 3 قديش؟ مع السالب 3 صفر. طيب صفر في 1.5 صفر، مع 8 بضلها 8، 1.5 في سالب 4، هاي 1.5 في سالب 4 سالب 6 زائد 9 3، و1.5 في 6، هاي 1.5 في 6 9، مع 1 هاي 10. هاي هيك صفرنا. هاي هسه شو مطلوب منا نصفر كمان؟ نصفر نختار البيفوت الثاني اللي هو هيو، ونصفر اللي تحتيه. تمام، خلي اللي فوق زي ما هي، 2 0 سالب 4 6 0 5 9 سالب 12. تمام، هسه المطلوب اضرب عدد في رو 2 واجمع له رو 3 عشان يعطيني هاي صفر، هاي صفر وهاي صفر زي ما هي. لو ضربت سالب 0.4 يعني سالب 4 بالعشرة في 5 وجمعت لها 2 فبيعطيني صفر. تمام، يعني رو 3 ناقص 0.4 رو 2 هاي بتعطيني صفر. لو قلنا سالب 0.4 في 9 زائد 6 بيعطيني 2.4. طيب كمان هاي سالب 0.4 في سالب 12، سالب 12 ناقص 1 يعني زائد ناقص زائد الواحد يعني ناقص 1
زائد ناقص 1 قصدي، فبتطلع معي 3.8. نيجي هسه نصفر هاي اللي هو 8، شو بنسوي فيه؟ بنقول رو 4 ناقص 1.6 رو 2، يعني اضرب 1.6 في رو. طبعا احنا تعلمنا هاي الخطوات، تعلمناها بالفيديوهات الماضية. فنضرب سالب 1.6 في 5 ونجمع له 8، سالب 1.6 في 5 ونجمع له 8 فبيعطيني صفر بالضبط. تمام. سالب 1.6 في 9، سالب 1.6 في 9 زائد 3 فبعطيني سالب 11.4. تمام. وسالب 1.6 في سالب 12 زائد 10 بعطيني 29.2. تمام. طيب هسه البيفوت الثالث هيو، بدي اصفر اللي تحتيه. تمام. فالعدد اللي بدي اضربه فيه اللي هو 4.75، 4.75 يعني خلينا نقول هاي 2 0 سالب 4 6 0 5 9 سالب 12 0 0 2.4 3.8 0 0. قلنا اللي هو قديش؟ 4.75. تمام. بس خلي التذكير كيف 4.75%؟ نقسم هاي بس، نقسم ال 11.4 2.4، وتعلمنا بالفيديوهات الماضية هذا الحكي. فحكينا هان رو 4 زائد 4.75 في رو اللي هو الثالثة. تمام. فهاي صفر، وهذه اللي هي 4.75 في 3.8 زائد 29.2 فبتطلع معي 47.25. هسا احنا سوينا هان ايش؟ سوينا هان ابر تراينجولر هيك. شو المطلوب هسه؟ نضرب القطر، هاي القطر. هذا احنا حكينا الجواب نشيله شوي هيك على جنب، وهي ال 3 2 1 سوينا المثلث الصفري هذا، وهي الأبر ترينجولر. فهسه شو المطلوب؟ نضرب القطر هذا كامل، يعني هسه هيك خلصنا قوس احنا. فبنقول 2 في 5 في 2.4 في 47.25 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 2.4 فبطلع معي بالضبط 1134، 1134. تمام. وهيك احنا خلصنا الفيديو، والله يعطيكم ألف عافية.